احنا ما شفناش. كل خناقه معاها يقول لها انت عايزه تسيبيني عشان تروحي تتجوزي ايمن، انت عايزه تسيبيني عشان لسه بتحب ايمن، انت لسه بتحب ايمن. الله اعلم بيهم وهم مع بعض هناك. يعني المنطقه دي ما بيروحهاش، يعني احنا ما بنروحهاش كلنا فتره طويله جدا، ما بي يعني من ساعه يعتبر ما سيبنا اتجوزنا وعزلنا من الشقه ما بيروحش المنطقه دي اساسا. يعني انت بعيده عن هنا اصلا؟ لا هو هنا بس هم يعني ورا شويه. اكتر حاجه كانت تميز جوزك ايه؟ انت بتبقى عارفه جوزها قوي. طيبه والحنين، نعم. الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير وكله. انا رحنا المشرحه، خالي خدني معاك المشرحه، انا لازم اشوف بعيني ايمن. دخل خالي اللي هو غسله عشان يشوف المنظر ينفع انا اشوفه ولا لا. دخل قال لي اوعي تخشي، اوعي تخشي. فبقول له انا جامده، انا جامده، انا جامده يا خالي، انا راجل زي زيك يا خالي، احنا رجاله يا خالي، انا عايزه اخش اقول هو ده. قال لي يا بنتي ان الحكومه خدت عينه وانا شفت خالك. ايوه هو خالك، شفته. قال لي شفته. قال لي المنظر مش هتقدري تشوفيه. خلاني اربعه، واحد بس اللي دخل شافه والاربعه التانيين. وخالي ده اجمد قلب فينا، اجمد قلب فينا، اللي بنقول عليه اللي بينزل يحل على الميتين بتوعنا. 48 سنه 49 سنه، اكبر منه 9 سنين، اخو اللي فوق منه، مش مثلا الكبير خالص او اللي اكبر منه كده، لا خالي اللي فوق منه على طول، هو اجمد قلب عندنا. دخل طالع حط خوف العربيه بتاعت الموتى وقعد على الكرسي وايه. يا ايمن، يا ايمن، احنا ما عندناش رجاله بتبكي. يا اخويا، ويملس عليه ويقول له يا اخويا، قلبه جابه يا اخويا، يعمل فيك كده ازاي؟ ودموع نازله من عينه ويمسك في نفسه ويقول له يا ايمن، يا ايمن، يا حبيبي. وانا قاعده جنب منه، الله ربك يا حبيبي والاسلام دينك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعك ونبيك ورسولك. قاعده جنب منه عمال اقول كده، الله ربك والاسلام دينك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعك ونبيك ورسولك، وعمال اقول لخالي كده، اقول له ما تخافش، اجمد يا خالي، اجمد، يحزن لسانك عند سؤالك ويفك عودة لسانك يا حبيبي، واقول ان الله اللهم اجرني في مصيبتي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي. وامسك خالي واقول له انت حبيبي. جه ركبت معاه، انا ده كله بقوله لك، انا ما كنتش بعيط، انا ما كنتش بعيط، انا كنت جامده والله، ما عيطت، اقسم بالله ما عيطت. وقيت امشي ايدي عليه واقول له حبيبي، اجمد يا حبيبي، انت جامد. انزل من العربية اشوف الناس مستقبلة خالي، انا خالي كان بيروح للناس كلها، محدش كان بيجي له، اللي كان بيروح للناس كلها. خالي جه من المستشفى الساعة 11، 11 الا ربع، قعد من 11 الا ربع في الجامعة طمأنينة، قعد في الجامعة، دخل الخشبة في الجامعة، محدش بيجي من مشرحة زينهم على ما بنسمع، احنا عمري ما حد من عندنا طلع من المشرحة، كلنا بنطلع من بيوتنا، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. وقعد في الجامعة طمن وارتاح واستنى حبايبه كلهم، اهله وصحابه وجيرانه واخواته وعياله والدنيا كلها، وفضل قاعد مستني لما الناس كلها جت. خالي مشرفنا حقيقي وميت، خالي حر، راجل حبيبي، راجل اخويا، راجل ابويا، راجل هو ابويا واخويا وصاحبي وسري، واللي كان بيطبطب عليا يطبطب على قلبك ربنا يا حبيبي، زي ما طبطبت عليا كان بيطبطب عليا، كان بيراضيني. انت عارفه مشاكل العيال، ارن عليه واكلمه بالساعه والساعتين، الجامع مليان على اخره، شارع رجاله والله، يعني الشارع بتاع الستات مليان على اخره، محدش عارف يمشي، والشارع رجاله برضه، الرجاله المسجد الرجاله، يعني كان ما فيش، يعني عمري ما شفت جنازه زي دي ابدا ابدا. المسجد بتاع الرجاله عندنا كبير صالح، هو بيصلي في المسجد اللي قدام هنا، بس احنا خلينا صلى في مسجد كبير قوي، مش احنا عارفين الناس مش متخيلين ان المسجد هيتمني بقى ويفيد، الناس بقت تفرش حرص في الشارع بالعرض، صلوا عليه الناس وشالوا خشبته، والناس بقى طالعه لا اله الا الله، ايش الشهيد حبيب الله. اخواتي بقى، انا اصلا عايزه اقول لك ان اخواتي قعدوا يقولوا لنا ما تبكوش، ما تعيطوش، ما تصوتوش، ما عندناش حد بنصوت. انا طالع عليه اقول يا ايمن، يا ايمن حبيبي، يا ايمن، يا ايمن، انا طالع عليه اقول كده يا ايمن، يا ايمن، بس انا ما بقولش غير كده، مش بصوت، مش عارفه اصوت، ما بنعرفش نصوت. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا.
الناس الله حبيب بسم الله عليه ماشيه الناس وراه ناس قدامه وناس وراه وناس جنبه طلعوا المقابر الناس كتير كتير صناعيه الشباب اللي علمهم الصنعه است ايمن يلي معلمنا الرجوله يا است ايمن يلي علمتنا يا است ايمن وعملتنا رجاله يا است ايمن شباب زي الورد شباب زي الورد ماشيين بيبكوا على خالي شباب بتقول يا است ايمن يا است ايمن يا است ايمن اخواتي بيقولوا يا خالي اللي بيقول يا ابويا واللي يقول يا صاحبي كده يا صاحبي تسيبني يا صاحبي واللي يقول له اجرني اجرني شدوا من بعض الخشبه اجرني اجرني بالله عليك اجرني واللي يقول له يا صاحبي واللي يقول له هنسلم على بنتي ايمن حرام قصص 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 جيبوهم انا عايز حاجه كاني اقولها انا عايز انا في حاجه لازم اقولها يا جماعه ربنا قال ايه من قتل يقتل ومن قطع يتقطع اللي قطع يتقطع انا نفسي الحكومه تعمل حاجه تانية حاجه تانية اللي بصي اللي بيموت يموت نفس الموت اللي موت بيها يطعن في رقبته ويتحيد في صدره 10 مرات وتتقطع دراعاته ويتقطع وسطه.